السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 يا ست ام رحيم، بقولك ايه، مساء الخير، عاوز اسمع رد احلى من كده. طب ايدك الاول نبوسها وبعدين نقول. ما تقولش حاجة. ما قولش حاجة ازاي يا اما، ده انا بقالي 5 سنين مستني اقول وحضرتك مستنية تسمعني. ما بديش اسمع. مالك يا ست ام رحيم، ده انا جاي طاير عشان احكيلك. ياما مش حضرتك برضو اللي كل يوم والتاني تقولي لي يا ولدي يا ولدي حكي لي كيف اخواتك ما حكولي؟ قول لي قابلتها، قلت لها وقالت لي، ده انت اللي باقي ما حكيتش لامك يا اخر العنقود. يعني اخر العنقود واوله كرهت الحكاوي. مالك بس يا ست ام رحيم، مالك ردي عليا، زعلانه ليه؟ سيبني في حالي يا يحيى، انا اللي فيا مكفيني. كرهت الدنيا واللي فيها على اخرة ايام، كرهتني. وفي يا بوبي، انا احكي لك اللي حصل. اجي فين بس؟ طمني. اطمن، هتعرف كل شيء دلوقتي، انت الوحيد اللي ما تعرفش وعايزك تعرف. تعال خش مطرحك. في يا بوكي؟ بابا تعبان، طمني. لا يا حي، انا اللي تعبان. تعبان ازاي؟ ما انت الحمد لله. اقعد عاد وبطل كلام، مالك؟ المشكلة عندني انا اللي تعبان وتعب الكل معاي. خلاص بقى، في الساعة اللي انا جاي فيها اقول لكم عايز افرح، اخطبوا لي، ربنا وفقني ولقيت نص التاني. انت كمان لقيت نصك التاني؟ هو في حد تاني لقى نصه؟ اخوك الكبير. امال ام وجيه تبقى نصك قال. هتسمعني يا يحيى ولا اسمعك بس افهم؟ بص لروحك، شوف جاي فرحان كيف بتتنطط لاجل ما لقيت واحده تشاركك العمر كله. ما شايفش في الدنيا غيرها. شايف في الدنيا غيرها يا يحيى؟ الحقيقه لا. يبقى هتحس باخوك، هتفهم اخواتك لاجل ما حسوش اللي انت حسيت بيه. ما عذرونيش، باين عليهم اتجوزوا. كيف انا ما اتجوزت؟ نعم. في يا ابو وجيه؟ مالوش عازك كلام عاد. انا عاوزك تساعدني. ايه هساعدك؟ بس انا يعني اخوك الصغير. وطول عمرك كيف ابني الكبير، بس جه الوقت اللي عايزك تساعدني فيه. هتروح لاخواتك وتقول لهم رحيم خلاص هيروح لحاله، ما نافعش نعيش مع بعض خلاص. ليه بس يا ابو وجيه؟ اخواتك اللي ضيعت عليهم العمر كله هيحرموا عليا حقي وحلالي. هما رافضين ان حضرتك تتجوزها؟ ليه؟ انا متهيألي بقى ان المسألة دي تخص حضرتك بالدرجة الأولى، صح؟ الدنيا مقلوبة يا يحيى، اخواتك مقلوبين علي، ما بقيش معدول غيرك انت. اياك بس ما تتجلبش انت كمان لما تعرف. اعرف ايه؟ انا هتجوز حسنات. حسنات؟ اللي بتغني. هي بطلت الغنى خلاص، انا اللي قلت لها، مع ان المغنى مش عيب يعني. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يا ابو وجيه. ما تقوليش انا، روح قول لاخواتك، قول لهم رحايم ما يلزموش موافقتكم عشان يتجوز. واذا كان على ابوك انا هعرف اراضيه كيف. فاهم يا يحيى؟ حضرتك بس قولي انا اعمل ايه وانا اعمله. هتخليك بيني وبين اخواتك، انا ما عايز حد يكلمني ولا يجيني. واشرح الحكايه لابوك، واللي يحكم بيه انا راضي بيه، بس ما يقوليش فوت حسنات، ده مش هيحصل واصل. رايح فين يا ابو وجيه؟ يا ابو وجيه رايح فين بس يا ابو وجيه؟ اقول لك الحق يا ولدي واخوي، انا حاسس ان تعب الكل هنا، انا كمان تعبان، عايز اشوف لي مطرح ارتاح فيه. ترتاح فيه بعيد عن هنا؟ ده انا عمري في حياتي ما ارتحت الا هنا. احنا كلنا ما ارتحناش غير هنا، مفيش حد في الدنيا بيريحنا غيرك يا اخويا. ما هو جه الوقت اللي بقيت انا اللي تعبكم يا يحيى. كان يوم اسود يوم ما شاف حسنات، انت حسنات وسنين حسنات السودي، مش اخوك رايح فين؟
أبواجيك أبواجيك هاجي معاك. تيجي فين؟ مطرح ما انت رايح. انا ما عارفش رايح فين. مش مهم، ادينا مع بعض. خايف عليا ولا ايه؟ هو انا ليا غيرك اخاف عليه؟ وبعدين بقى بصراحه الحاجه قالت لي انزل اشوفك رايح فين. قول للحاجه ما تخافش، ولدها الكبير كبر خلاص، طلع له ضرس العقل. خليك يا احنا عايز ابقى لوحدي. ادينا مع بعض وخلاص. لا خليك، ابقى كلم اخواتك من بكره. الا اذا كنت انت كمان زعلان مني، حاسس ان هيدك بجوازتي دي.